وهل فصل الدين عن الدولة أو عن السياسة دواء ناجع لمجتمعاتنا؟ أنا بكل صراحة أجد أنه الدين عامل أساسي، مكون أساسي من مكونات مجتمعنا، وأظن أنه لن ينجح مشروع يستثني الدين أو يتغاضى عن دور الدين أو يتغاضى عن أهمية الدين في مجتمعات. وبالتالي ليس من الضروري أن نتبع نفس النموذج الأوروبي، ولكن من الضروري أن نجد حلول لمشاكلنا. يعني المشكلة، المأزق الذي نحن فيه، أنه لا إحنا بدنا الحل الأوروبي ولا وجدنا حلول لمشاكلنا، أو نمنع يعني من يبتكر أو حلول. بالضبط، يعني هذه هي المشكلة. وأنا يعني برجع بحكي أنه أحد المفاتيح، أنا ما لا أريد أن أضخم دور الفلسفة بالمجتمع، يعني لا يكفي أن تدخل، أن تكون الفلسفة جزء من مجتمعنا لكي نحل كل مشاكلنا، وليست الفلسفة هي نقيض الدين. أنا لا أنظر للأمور بهذه الطريقة، ولكن الفلسفة ممكن أن تساعدنا على إيجاد الحلول، بدليل أنه من الممكن أن يلهمنا كتاب كتب قبل 400 قبل الميلاد، مثل كتاب الجمهورية لأفلاطون. كتاب الجمهورية بالأساس هذا هو هدفه، هو عنده سؤال أساسي: كيف يمكن أن نبني مجتمع عادل؟ ليس ذلك فقط، ولكن أيضا مجتمع يسمح للأفراد بأن ينمو طبيعيا، تعطيهم البيئة المناسبة لكي ينمو. يعني بده يكون عندك دولة مؤسسات، وبده يكون عندك في نفس الوقت إنه بيئة مناسبة للناس لكي ينمو ويتطوروا. لذلك بحث في مفهوم العدالة، مفهوم العدالة بكتاب أفلاطون أساسي. ما هي العدالة؟ لكي يجيب على هذا السؤال رجع خطوة للوراء وتتساءل عن الطبيعة البشرية، ما هي طبيعتنا نحن البشر؟ لأنه كان يعتقد أفلاطون والفلسفة اليونانية بشكل عام أن لا يمكن أن تبني سياسة بمعزل عن الطبيعة البشرية، يجب أن تدرس الطبيعة البشرية لكي تبني على أساسها مجتمع. لا تريد أنت مجتمع لا يمكن تطبيقه أو مبادئ لا يمكن تطبيقها.